أحسن عبد الله مجرشي، وكيل اللاعبين وشركة الوساطة الرياضية الاحتراف. مرحبا فيك، ونقول ما نقول استاذ، نقول اخ اكبر. تعلمنا منك الكثير، واليوم صرنا نجيك، وانا شاكر لك على استقبالك الحلو والزيارة الحلوة والاستضافة، ووحشتنا. هذا اللي نقوله لك. طول لي عمرك حسين، طول لي عمرك. اول شيء مرحبا الفي فيك يا حسين حبيبي. حقيقة الأعمال اللي أنت تسويها والنشاط اللي أنت تسويه والشركة الجميلة اللي أنت تحمل شعارها، يعني هذا اندل على شيء، رن أنها وفقت حقيقة أنه أنت يعني تكون أحد كوادر الشركة. بالنسبة لاستضافتنا لك ووجودك هنا في الرياض، هذا شيء ما في بحر والله يسعدني. اكيد ما في بحر، بس فيها حبايب زيك طيبين. لا بس جو الرياض صار زين. طيب مرحبا فيك حسين. الله يحييك حبيبي. اخوك عبد الله طبعا احنا بعيد عن يعني والحجر المنزلي بعدنا شوي يعني. اكيد لا، بس الحمد لله في الرياض الامور طيبه الحمد لله، وتشوفني الان بدون كمام بس لانه عشان المشاهدين الاحترازات المكان اللي احنا فيه، يعني ما في الا احنا الاثنين بس، والامور طيبه. فمرحبا الف حبيبي. الله يسلمك. واخر التعاقدات ما شاء الله، انا شايفها متابع لك يعني ما شاء الله على قدم وساق صراحه، يعني هذا شيء يدلدل على المصداقيه والثقه بين الانديه او بين اللاعبين، او يعني ما شاء الله تبارك الله. والله شوف احنا بالنسبه للاحتراف الوساطه الرياضيه نمشي دائما وفق استراتيجيه معينه، يعني من 2015 الى التاريخ، يعني الحمد لله. يعني مو بس مجال لاعبين يعني، لا احنا نتكلم عن الاحتراف الوساطة الرياضية هذه اللي مسؤولة عن شق اللاعبين ومدربين. فاحنا اليوم الحمد لله لما نكون عندنا احد مدربين نادي هنا في السنة هذه على الممتاز، احنا ندير اعماله. لما يكون عندنا لعيبة جانب على مستوى، لما يكون لعيبة محليين ارقامهم ممتازة، يعني مثال مصطفى ملائكة ورائد الغامدي، يعني أنا ما ودي ما شاء الله أذكر أي وأذكر أحد وأنسى أحد. وفقت في حارس إنه يكون سعودي أساسي، الحمد لله يعني ما شاء الله. وهذا التميز اللي إحنا نبحث عنه بصراحة، يعني ما ودي أذكر أحد من اللاعبين وأنسى أحد، ولكن الحمد لله إحنا بالنسبة لشق اللاعبين وشق يعني الأكتيفيتي النشيط أيضا الحمد لله عندنا برضو خلنا نقول خطوط إنتاج ثانية. طيب يعني في المستقبل القريب ان شاء الله بإذن عبر قناتكم ان شاء الله تكون حصري اكيد بحول الله عز وجل. طيب ايش رايك انت في اللي هو انشاء اكاديميه زونا جول بالدمام وباشراف اخوي الكابتن سعيد الودعاني؟ انا شايفك متابع ما شاء الله. اول شيء اهنيكم على التنفيذ، اهنيكم على اليه العمل داخل الاكاديميه. وجود كابتن سعيد كلاعب مميز، وجودك انت كعين ثاقب وكشاف على مستوى عالي اخوي حسين، هذا من بعدك اخوي عبد الله، ولك باع طويل طبعا، تعلمنا منك الكثير اخوي عبد الله. بالعكس هذا من طيب ذاتك، وهذا من يعني لازم يعني برضو نعطيك حقك. فانا متاكد الاكاديميه هذه اللي تحمل اسم الشركه الرياضيه المتخصصه، انا متاكد باذن الله تعالى انه حليفكم النجاح حبيبي، خاصه ان في مثلث مهم، شركه احترافيه، كادر تدريبي ممتاز، كشاف مميز مثل شواك حبيبي، لاعب كبير زي سعيد الودعاني، والطاقم كله. انا يمكن بحكم متابعتي الا يعني هذول هم الابرز، ولكن اكيد الاكاديميه هذه تضم كوادر على مستوى عالي. انا اتمنى لكم التوفيق، واحنا داعم يعني داعمين لكم في الاحتراف الوساطه الرياضيه اكيد ما بكل قوه يعني. الله يعطيك العافيه، هذا شيء ما يعني اكيد بدون ما احد يتكلم، انت انسان من اللي تشجع المواهب، واشوفك انا في تسجيل المواهب سواء الناشئين او شباب او فريق اول، لين يوصل فريق اول انا الاحظ الشيء صراحه، يعني اللاعب ما تتخلى عنه مهما كان. بالعكس هذه انا بالنسبه لي كمتخصص في حاجه في التسويق يسمونها خدمة ما بعد البيع. طبعا اللاعب ما يباع ولا يشرى، ولكن هو اللاعب يستثمر نشاطه. فأنت لما وقع لاعب في نادي ففي حاجة خدمة إضافية اللي هي خدمة المتابعة والرعاية،
اي نعم انها هي مجهدة شوي وغالبا تكون بدون مقابل، ولكن هذه اللي تعطينا ان شاء الله نقول الاستمراريه، واللي تعطينا يعني تميزنا عن غيرنا. هي اصلا تكون منظومه الشركه عندكم منظومه تكون مع بعض، سواء سكرتير او ما في لا رئيس ولا مرؤوس أبداً ولا أبداً. هذه من نجاح العمل. طيب وضع الشركه او مؤسسه الرن ان، رايك في اعتزال توقيع الكابتن مرزوق التيبي؟ حقيقه اول شيء هي خطوه رائده، يعني الفكرة مو جديدة كفكرة، لكن خطوة رائدة من الشركة أنها تلتفت لأحد يعني أحد اللاعبين صاحب الأرقام المميزة. يعني لما نتكلم عن مرزوق العتيبي، نتكلم عن مباراة البرازيل، نتكلم عن أغلى لاعب انتقل بمبلغ عالي، نتكلم عن لاعب من نادي الشباب النادي الاتحاد، نتكلم عن لاعب كل ما تعني الكلمة، تنقلاته في الأندية كابتن مرزوق. فلما يحظى بهاللفتة والاهتمام من الشركة، يعني شركة ران أن، يعني أنا متأكد أنه أنا أعتبره اختيار موفق. وإن شاء الله يعني تكون خبراتك يعني مع ران أن بإذن الله يكون في عمل يعني قادم. يعني بحول الله عز وجل. احنا طبعا أنا مدير تنفيذ شركة الهدف الاحترافي، وهذه هي شوية اللي مختصة المناسبات والاحتفالات الرياضية، ومختصة بالملابس الرياضية، ومختصة بالأجهزة، ومختصة يعني هذا ندلدل على نجاحك ما شاء الله وإتقانك في الـ. فإحنا إن شاء الله إنه يعني نوعد خير، إنه يعني نلتقي في نقاط واجد بحيث إن ننجح الفكرة هذه ونقدمها بشكل مختلف، أقل حاجة في ظل الأوضاع هذه اللي إحنا موجودين فيها، وإن الكابتن يجد اهتمام من الشركة، هذا دليل على إنه الشركة تثق في نفسها، تثق في الكابتن وجماهيريته. نسأل الله عز وجل التوفيق للشركة وللكابتن مرزوق العتيبي. شاكر لك أخوي عبد الله، أكيد أنك بتروح تنام، أنا أعتقد أن وراك سفر. ما سمعت؟ إيه لا والله أكيد، لكن ما نقدر يعني ما نعطيك الوقت اللي تستاهله. الله يعطيك. لا والله وأنت أخ عزيز، قناتك المميزة. الله يعطيك العافية. إن شاء الله أنك بس مشترك. إيه لا بالعكس. الله يعطيك العافية حبيبي. مشترك وأنا دائما. طيب أكيد في شيء جديد توعدنا فيه، يعني أكيد صفقات حاجات يعني. لا أنا أوعدك بإذن الله تعالى. قريب يعني ولا بعيد؟ لا بكرة إن شاء الله في صفقتين بالممتاز. ما شاء الله. ما أقدر أقولها لأنه يعني لازم نعطي النادي حقه في بس توعدنا إن شاء الله. إيه بحول الله. ألف شكر لك أخوي. واللاعبين هذا اللي إن شاء الله بنبنيهم بكرة أرقام مميزة، أرقام مميزة، وهم مميزين في أدائهم خلال الموسم. بإذن الله. ألف شكر أخي عبد الله. العفو والله. وشكر خاص لجلسة السمو بتاحت الفرصة بيني وبينك يعني. الله يعطيك عمرك وأبرك السعادة. الله يسلمك. وإن شاء الله تزورنا إن شاء الله بالشركة. إن شاء الله بإذن الله. إحنا اللي نسوي معك اللقاء. حبيبي الله تحت أمرك حبيبي. شكراً.